الأخير مشاهدينا الكرام، أولى حوارات من القاهرة هذه الليلة، أهلا وسهلا. الحقيقة العلاقات المصرية العمانية في عهد الراحل السلطان قابوس بن سعيد يعني مسيرة حافلة بالعطاء بالنسبة للسلطان قابوس بن سعيد، ما يقرب من 50 عام في حكم سلطنة عمان. الحقيقة كان حريص على مجموعة من الثوابت الأساسية في فترة حكمه: عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، التعايش بين الأمم والشعوب، النهضة الاقتصادية الكبيرة التي حققها في بلاده، يعني معدل نمو في سلطنة عمان اقترب من 7% ل 25 سنة متتالية، دي أرقام كبيرة جدا، حقق نهضة كبيرة جدا، رحم الله الفقيد. للمزيد برحب مع حضراتكم في هذا الحوار بضيفي السيد السفير الدكتور يوسف أحمد الشرقاوي، نائب مساعد وزير الخارجية الأسبق والسفير المصري الأسبق في اليمن. سيد سفير منورني، أهلا وسهلا. الحقيقة يمكن عايز أكلم مع حضرتك في البداية عن الرحلة والعطاء الكبير للسلطان قابوس بن سعيد، يعني على مستوى الأمور المختلفة سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أو حتى فيما يتعلق بالشعوب والدول العربية. الحقيقة في البداية يعني أود أن أعرب عن خالص التعازي أولا لقيادة عمان الجديدة، سلطنة عمان، خالص التعازي والمواساة، وأيضا لشعب عمان الشقيق على وفاة المغفور له بإذن الله تعالى السلطان الراحل قابوس. الحقيقة أن السلطان قابوس صعب التحدث عنه لأنه في مجالات عديدة، يعني هل نتحدث عنه كرجل سياسة أو نتحدث عنه كرجل دولة أو نتحدث عنه كفارس من فرسان الدبلوماسية العربية والإسلامية. الحقيقة دي نقطة. النقطة الأخرى الحقيقة أنه العلاقات المصرية العمانية مرت بمحطات مختلفة، يعني باختصار شديد عبر التاريخ. لا أنا مش عايز اختصار، الحقيقة عايز أكلم حضرتك شوية في طبيعة العلاقات المصرية العمانية في عهد السلطان الراحل قابوس بن سعيد. ما احنا هنقفز من التاريخ القديم إلى التاريخ الحديث، وبالذات منذ عام 1970 عندما بدأ السلطان قابوس الحقيقة في مرحلة بناء للدولة عقب عودته من بريطانيا من كلية سانت هيرست. صحيح. الحقيقة هو بدأ الحقيقة سياسة حكيمة، ولذلك نحن ممكن أن نسميه بحكيم العرب. اعتمدت هذه السياسة على أسس راسخة وقوية تتسق مع مواثيق الأمم المتحدة، مواثيق جماعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في مقدمتها الدعوة لحل المشكلات أو النزاعات بالطرق السلمية. ثانيا الإدراك لأهمية ودور مصر المحوري في المنطقة العربية والشرق الأوسط وأفريقيا وغير ذلك. رقم ثلاثة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. نجد أيضا على صعيد العلاقات المصرية العمانية كان في محطات مختلفة، يعني نقدر نشوف إن في علامات مضيئة لهذه العلاقات. لو نظرنا مثلا لحرب أكتوبر المجيدة نجد أن سلطان قاموس رحمه الله نفسه وجه وكان له دور قوي في حرب أكتوبر، سواء بإرسال قوافل طبية، سواء بالدعوة لجزء من المرتبات كل العاملين وأبناء وقيادة وعمان لصالح المجهود الحربي المصري. لو انتقلنا في مرحلة السلام نجد أن جلالة السلطان قابوس قد أخذ موقفا قويا لمساندة استراتيجية مصر نحو السلام بعد كامب ديفيد. وكان الحقيقة دور عمان إلى جانب طبعا السودان والصومال كان لهم دور في دعم التوجه الاستراتيجي. وعمان هي الدولة العربية الوحيدة التي رفضت المقاطعة العربية لمصر. بالضبط. وامتد هذا الدور. يعني الود أن أشير أيضا على الجانب الآخر أنه كان هناك دور لمصر أيضا في بناء عمان، سواء البناء الدبلوماسي أو التعليمي أو الطبي وفي كافة المجالات. هنا يحضرني مثلا على الصعيد الدبلوماسي كان هناك بعض السفراء المصريين الذين شاركوا في بناء الوزارة الخارجية العمانية، بل وفي بعضهم زي السفير مثلا عزيز سيف النصر رحمه الله كان مندوب عمان في نيويورك في الأمم المتحدة. وشوف ده يعكس كمان ثقة. صحيح. لأنه بيتحدث باسم عمان. باسم عمان سياسيا. في علاقات مبنية على الثقة كانت بين الرئيس الراحل أنور السادات والسلطان الراحل قابوس، وكانت أيضا بين السلطان قابوس والرئيس حسني مبارك، وأيضا الرئيس السابق الأسبق حسني مبارك، وأيضا علاقات قوية
بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسلطان قابوس، واللي كانت احد ثمارها زياره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2018 الى عمان، ونجمت عنها الحقيقه العديد من الاتفاقيات لتطوير العلاقات ما بين الدول، ما بين مصر وبين عمان. يعني نجد ايضا لما يعني ننظر للدور الداخلي بالذات للسلطان قابوس، نجد انه استطاع ان هو يدير بلاده من خلال الحكمه والتعايش السلمي زي ما قلنا، وعدم التدخل في الشؤون الداخليه الدول الاخرى. الاجانب انه ارتكز على التعليم، لانه لو نشوف مثلا عمان قبل سنه 70 وعمان بعد 77 الى الان، نجد انه عمل نشاط كبير تمثل في ارسال العديد من البعثات الى دول العالم وخاصه مصر. زي ما اوضحت قبل ذلك ان مصر ايضا ارسلت الى عمان العديد من الكوادر المصريه في مختلف المجالات الدبلوماسيه والتعليميه والصحيه وغير ذلك، وما زال لنا جاليه نشطه في عمان بتعمل في مختلف المجالات، وسفاره ايضا مصريه برئاسه السيد السفير محمد غنيم تقوم بدور نشط ايضا في تدعيم العلاقات ما بين الدولتين. اذا نستطيع ان نقول ان العلاقات المصريه العمانيه علاقات قويه ورصينه. كان من مؤشراتها ايه؟ انه احد الجوانب انه لما توفى السلطان الراحل قابوس كان هناك موقف يعني اخوي قوي من القياده المصريه. وجه الرئيس السيسي اولا بالحداد لمده 3 ايام، صدر بيان من واصدر تغريده ايضا من نفس السيد الرئيس، ثم بيان من رئاسه الجمهوريه، ثم بيان من مجلس النواب، ثم ايضا من الخارجيه، بل هناك ايضا بعض المؤسسات الاخرى ومنظمات غير حكوميه زي المنظمه العربيه للحوار اصدرت بيان بتعديد مناقب الراحل وكحكيم من العرب وفارس من فرسان الدبلوماسيه العربيه والاسلاميه وغير ذلك، والمجلس العربي للتعاون من اجل التنميه في الوطن العربي طلع بيان ايضا. فده بيعكس حجم الاهتمام في مصر على كافه المستويات. ايضا لو انتقلنا على المستوى العربي الدائره العربيه، نجد ان هناك تصريح من السيد الامين العام لجامعه الدول العربيه احمد ابو الغيط، ايضا عزا فيه السلطان الراحل، وايضا هناك اهتمام في المملكه العربيه السعوديه والامارات بذلك وتقديم العزاء للسلطان الراحل. لو نظرنا ايضا الى العمليه التي تمت بها عمليه نقل السلطه، طبعا عمليه نوعيه صحيح وايجابيه تمت بسلاسه ووفقا نقدر نقول التفاهم ما بين السلطان الراحل وما بين العائله في عمان، سلطنه عمان، وما بين مجلس الدفاع هناك، ومجلس الدفاع ثقه منه في السلطان صحيح، فاطلع على الوصيه السريه ثم ناقشها مع مجلس العائله وتمت بسرعه وببساطه وبسلاسه، اللي كان من نتائجها اختيار السلطان الجديد اللي هو هيثم ابن طارق. هنا نجد ايضا انه اختيار هذا السلطان الراحل السلطان الجديد يمثل مرحله جديده، وانا اعتقد انها تكون مرحله نوعيه ايضا. لماذا؟ لانه السلطان الجديد اللي هو هيثم ابن طارق خريج جامعه اوكسفورد، وايضا يعني يعتبر من القيادات العمانيه المتمرسه. عندما ننظر الى سيرته الذاتيه نجد انه اشتغل في مجالات مختلفه صحيح، فعلى سبيل المثال كان مثلا مصدر وزير الثقافه من 2002، اشتغل وكيل وزاره الخارجيه العمانيه حوالي 6 أو 8 سنوات وامينا عاما لوزاره الخارجيه العمانيه، عمل ايضا في بعض المناصب الرياضيه، ايضا اشتغل كان مهتما بالتطوع والعطاء، فكان رئيسا للجنه يعني حمايه المعوقين في عمان. ايضا نظرا لانه يعني مثقف ويعتبر ايضا من الكوادر القويه في عمان، فكان رئيسا للجنه الرؤى المستقبليه صحيح اللي هي 2040 2040 نعم. وبالتالي فهذا يؤهله ايضا لتولي رئاسه البلاد. كان خطابه الحقيقه خطاب لما نحلل مضمونه
نجد أنه خطاب بسيط لكنه خطاب ذو معنى، أنه هو أكد على أنه هو يسير على يعني ثوابت السلطان قابوس وثوابت السلطنة، نعم، من ناحية الأهم حاجة التعايش السلمي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل النزاعات بطرق سلمية. والحاجات دي رغم بساطتها لكنها مبادئ مهمة جدا، لأن عندما ننظر إلى عمان نجدها تقعد يعني في واحة مجاورة بنزاعات قوية جدا. كان ممكن عمان لولا أنه حكمة السلطان الراحل قابوس كان دخل وتورط في تلك النزاعات. ومن ثم نجد حضرتك يعني دوره زي ما احنا بنلاحظ دوره في الأزمة الإيرانية الأمريكية والاتفاق النووي الإيراني بدأ في عمان. بالنسبة لموضوع اليمن، أنا كنت في شاركت حوالي 4 أشهر في الكويت في مفاوضات السلام اليمنية ما بين الحكومة الشرعية وبين أنصار الله الحوثيين. كان الوفد العماني يقوم بدور نشط وقوي، وفي كل الأحوال عندما تتصاعد الأمور يذهبون إلى مسقط ويتم التهدئة وبدء الحوار. إذن هذا الدور يعني بيعكس إن في قيادة قوية حكيمة قادرة على الإدارة والسيطرة، كوماند أند كنترول، يعني تدير وتقود المشاكل في إطار الحوار وحل النزاعات. ومن ثم كان من نتيجة ذلك تقديرنا في مصر على مستوى القيادة السياسية وعلى مستوى الشعب أيضا للسلطان الراحل سلطان عمان قابوس، لأنه بيتفق مع مصر في التسامح والتأكيد على حل النزاعات بالطرق السلمية. صحيح. وعدم يعني نحن أيضا رغم أن احنا كما ترى حضرتك نعيش في مشكلات من كل ناحية، لكن القيادة السياسية عندنا يعني تحاول السيطرة على الأمور وعدم التورط في النزاعات الداخلية والدعوة دائما لحل النزاعات بالطرق السلمية. هذا أيضا ما كان يقوم به السلطان قابوس، وأيضا أعتقد أنه السلطان الجديد هيثم بن طارق لديه أيضا هذه الرغبة، وهو ما أكد عليه في خطابه اليوم. العلاقات المصرية العمانية كانت علاقات متميزة على كل الاتجاهات، يعني في تقديرك مع تولي السلطان الجديد مستقبل العلاقات المصرية العمانية في شتى المجالات في ظل التقارب يعني بين مصر وعمان سياسيا وكمان استثماريا واقتصاديا في الفترة الأخيرة؟ يعني أنا أعتقد أنه العلاقات الفترة القادمة يعني سوف تشهد نقلة أيضا نوعية على مستوى تطور العلاقات بين مصر وعمان، خاصة في ضوء يعني تقارب الرؤى من الناحية الاستراتيجية بين مصر وعمان، وخاصة بين القيادتين السياسية في عمان ومصر، من ناحية أهمية العمل بحل المشكلات بالطرق السلمية، عدم التدخل في شؤون الدول، وأيضا تشجيع الاستثمارات والعمل من أجل يعني تطوير التعليم في مصر مثلا وأيضا في عمان. وهنا برضو يجب التأكيد أيضا على أنه رغم أن عمان تعتبر أقل الدول من ناحية الاقتصادية ناحية مصادر الدخل، يعني دخل محدود من البترول، لكن استطاعت أنها من خلال التعليم أنها تبني دولة قوية، ونحن أيضا من خلال مواردنا المتاحة عندنا نحاول الآن بناء نهضة تعليمية وتطوير كل المجالات زي ما احنا شفنا في مجالات البنية التحتية والمشروعات الاستراتيجية. فتوسيع قاعدة البناء هذه سوف أيضا تساهم في تدعيم العلاقات المصرية العمانية في مختلف المجالات بإذن الله. رحم الله الفقيد السلطان قابوس بن سعيد، ونتمنى كل التوفيق للسلطان الجديد في سلطنة عمان بإذن الله. أنا بشكر حضرتك جدا السيد السفير الدكتور يوسف أحمد الشرقاوي نائب مساعد وزير الخارجية الأسبق والسفير المصري الأسبق باليمن، شكرا جزيلا، شكرا، نورتني جدا في هذا الحوار. شكرا، شكرك. بعد قليل مشاهدينا الكرام عندنا الحوار الثاني في من القاهرة، الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي وزير الزراعة يناقش الكثير من الأمور المتعلقة بتطوير السياسة الزراعية المصرية وتطوير كل القطاعات المتعلقة بوزارة الزراعة.
بعد قليل هذا الحوار. هيكون معنا فيه الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة بجامعة القاهرة. ابقوا معنا.